Armenia, Iran has continued to إيران expand. I mean, تواصل التوسع. used to be in on صنعاء كنا fell عندما سقطت صنعاء 2015 كان هذا منذر كبير للمنطقة بأكملها، والآن لديك 4 عواصم عربية تحت سيطرة النظام الإيراني، والآن ترى بأنها تنتقل إلى الخامسة، ربما الخرطوم سينتهي بها الأمر كذلك تحت سيطرة إيران. فإذا نعم، هذه بطاقة أخرى يمكن أن تلعب بها إيران من أجل أن تنجو بنفسها. إيران في حالة حرب، ولكن عبر أذرعها في المنطقة تحاول النجاة داخليا وإقليميا. فإذا القضية هنا هي سياسية بالمقام الأول بالنسبة للمنطقة، دول المنطقة والولايات المتحدة. ليس من الهين أن ننظر إلى ما تقوم به إيران في السودان وأن تصبح مشكلة أمريكية. بداية هي مشكلة سودانية، شعب السودان ينبغي أن يعتنوا بأمورهم أولا، ولديك دول الجوار كذلك، إسرائيل أو أعني مصر، هي مشكلة لمصر أيضا، فهي دولة مجاورة وينبغي أن تتمكن من التعامل مع الأمر، وكذلك إلى الشرق إلى السعودية. هذا أمر على السعوديين أن يقلقوا حياله أولا قبل الولايات المتحدة. هناك تقارير بأن الإمارات نشطة جدا في السودان، فإذا ما هو الهدف السياسي للإمارات؟ هل هو لأن تحاصر إيران في السودان أم أن تحمي شبه الجزيرة العربية؟ فإذا هناك أيضا بعد إقليمي تنظر إليه الولايات المتحدة أولا من أجل شركاء لدخول السودان، ولكنها لن تقوم بالأمر بنفسها.